نبتدي جولتنا مشاهدينا ومستمعينا على آخر ما استجد في عالم الثقافة والفنون، ومحطتنا الأولى هي السعودية التي أطلقت على هالعام مسمى عام الشعر العربي لتحتفي من خلاله بالدور الحضاري والقيمة المهمة للشعر في الثقافة العربية. فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الثلاثاء على تسمية عام 2023 بعام الشعر العربي، وثمن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان هالموافقة احتفاء بالقيمة المحورية للشعر في الثقافة العربية وانطلاقا من تأثير الجزيرة العربية اللي كانت ولا تزال موطن للشعر والشعراء. دأبت وزارة الثقافة السعودية مشاهدينا ومستمعينا منذ 3 سنوات على تسمية كل عام بواحد من القيم والرموز العربية، فقد بدأت بالحرف العربي لما أطلقته اسم لعام 2021، وحمل العام الماضي 2022 اسم عام القهوة السعودية، في حين يطل العام الجديد 2023 حامل اسم الشعر العربي، وسط توقعات بإقامة برنامج حافل من الفعاليات الثقافية والأدبية اللي تخص الشعر والنثر في المملكة طوال العام.